والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة سوف نكمل ما تبقى من المحاضرة السابقة والتي تعرفنا فيها على الفيتامينات وماهيتها وأنواعها وفوائدها، وسنكمل في هذه المحاضرة تقسيم هذه الفيتامينات والتي ذكرناها في محاضرة سابقة، وتحدثنا عن التقسيمات المختلفة وبالذات فيتامين A كأحد الفيتامينات الذائبة في الدهن. بينما سنتطرق في هذه المحاضرة على بقية أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهن، من ضمن الفيتامينات الذائبة في الدهن فيتامين د، وفيتامين دي هو من مجموعة السيكوستيرويد التي تذوب في الدهون، ويعتبر فيتامين د في البشر فريد من نوعه، لأنه يمكن تناوله على أنه كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3 أو إرجو كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 2، ولأن الجسم يمكن أيضا أن يصنعها من الكوليسترول عند التعرض لأشعة كافية من الشمس، ومن هنا لقب هذا الفيتامين بفيتامين أشعة الشمس، على الرغم من أنه يطلق على هذا الفيتامين بفيتامين د، إلا أن هذا الفيتامين لا يعتبر فيتامين أساسي بالمعنى الدقيق باعتباره فيتامين مساعد لبعض العمليات الحيوية، ومن ضمنها نقل وامتصاص الكالسيوم، كما هو الحال مع المركبات الأخرى التي تسمى فيتامينات. فإن فيتامين د تم اكتشافه في المحاولة للحصول على مادة غذائية كانت غائبة عن الأمراض، كالكساح واللي هو أحد أشكال تلين العظام في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ذلك كغيره من الفيتامينات في العالم الحديث يتم إضافة فيتامين د إلى المواد الغذائية الأساسية كالحليب لتجنب الأمراض الناجمة عن نقصه. فيتامين د الذي يكون على شكل مكملات غذائية ككبسولات، ممكن الحصول عليه كفيتامين دي 2 اللي هو الكالسيفيرول، أو فيتامين دي 3 اللي هو كالكالسيفيرول. وتحتوي الكبسولات متعددة الفيتامينات في العادة على جرعة فيتامين د الموصى بها عموما من 200 إلى 400 وحدة دولية أو 5 إلى 10 ميكروغرام كل يوم، أو 400 وحدة دولية توجد في حبوب فيتامينات دي ما قبل وبعد الولادة. المسنون والمصابون بمتلازمات سوء الامتصاص والفشل الكبدي ومتلازمة الالتهابات الكلوية يأخذون مكملات فيتامين د التي تحتوي على 50,000 وحدة دولية أو 125 من 100 ميكروغرام أسبوعيا لفترة 8 أسابيع. الشمس هي المصدر الآمن لفيتامين د، وهي تعطي الجسم أكثر من حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج فيتامين د. وقال الأطباء أن الفترة الواقعة ما بين 10 صباحا أو 3 بعد الظهر هي أفضل فترة للتعرض لأشعة الشمس، حيث تكون الأشعة متعامدة على الأرض. في البلاد المشمسة
لا يتعرض السكان عادة لنقص في فيتامين د، حيث يكون هذا الفيتامين موجودا، وخاصة عند التعرض لأشعة الشمس، الأشعة الشمسية في المناطق الحارة في الجلد والبشرة، ويتوزع على الجسم، وهذا لا يجعل المرء بحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس بكمية كافية في تلك البلاد. عند البالغين فإن تناول أكثر من 1250 ميلي جرام يوميا يمكن أن ينتج عنه تسمم بعد عدة أشهر. آلية عمل فيتامين د، يتحول فيتامين د في الكبد إلى كالسيدول، والذي يعرف بكالسيفيدول أو 5-هيدروكسي كالسيفيرول أو 25-هيدروكسي كاليس فيتامين د، وهو مستقلب فيتامين د محدد يتم قياسها في الدم لتحديد حالة فيتامين د في الشخص. يتم تحويل جزء من الكالسيدول عن طريق الكليتين بواسطة وحيدات البلاعم في جهاز المناعة إلى كالسيترول الشكل النشط بيولوجيا من فيتامين د. يتوزع الكالسيترول كهرمون في الدم، ويقوم بتنظيم تركيز الكالسيوم والفوسفات في جريان الدم، ويعزز من النمو الصحي وإعادة تشكيل العظام. كما يتم تحويل الكالسيدول إلى كالسيترول خارج الكلى لأغراض أخرى، منها التكاثر والتمايز والموت المبرمج للخلايا، وأيضا تنشيط الجهاز العصبي. الكالسيترول يؤثر أيضا على الوظائف العصبية والعضلية والالتهابات. نتوسط آثار الكالسيترول البيولوجية عن طريق الربط بمستقبلات فيتامين د اللي هو في الDR، التي تقع أساسا في نواة الخلايا المستهدفة. يسمح الكالسيترول لمستقبلات فيتامين د في DR لتكون بمثابة عامل استنساخ ينظم التعبير الجيني للبروتينات الناقلة التي تشارك في امتصاص الكالسيوم في الأمعاء. تنتمي مستقبلات فيتامين د إلى طاقة المستقبلات النووية لمستقبلات هرمون الستيرويد وهرمون الغدة الدرقية، ويتم إنتاج مستقبلات فيتامين د بواسطة الخلايا في معظم الأعضاء مثل الدماغ والقلب والجلد والأجهزة التناسلية والبروستاتا والثدي. يؤدي تنشيط مستقبلات فيتامين د في الأمعاء والعظام والكلى وخلايا الغدة الدرقية إلى الوقاية والحفاظ على مستويات الكالسيوم والفوسفور في الدم بمساعدة هرمون الغدة الدرقية والكالسيتونين، وكذلك الحفاظ على مكونات العظام. يزيد فيتامين د من الضغط على جين الهيدروكسيليز تيروسين في الخلايا النخاعية الكظرية، كما تشارك في التركيب الحيوي للعوامل التغذوية العصبية وتجميع سينسيز أكسيد النيتريك وزيادة مستويات الجلوتاثيون. يتكون فيتامين دي 3 في الجلد عندما يتفاعل 7-دي هيدروكسيكالسيتيرول مع الأشعة فوق البنفسجية من نوع بي عند الأطوال الموجية ما بين 270 و 300 نانومتر، وتكون ذروة التكوين ما بين 295 إلى 297، وتكون هذه الأطوال الموجية في ضوء الشمس عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أكبر من 3. يمكن تكوين فيتامين د في الجلد عندما يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أكثر من 3 كما أسلفنا، والذي يحدث في المناطق الاستوائية بشكل يومي، وبشكل يومي في المناطق المعتدلة فقط خلال مواسم الربيع والصيف، وشبه معدومة داخل دوائر القطبين. ويتم إنتاج فيتامين د في الطبقتين الأعمق اللي هي القاعدية والشائكة، والتناول المستمر عند البالغين الأصحاء لأكثر من 1200 ميكروغرام في اليوم، أي ما يعادل 50,000 وحدة دولية، يمكن أن ينتج عنه تسمم واضح بعد عدة أشهر.
يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول مكملات فيتامين د، وبالنسبة للرضع حتى 12 شهر فإن ضبط الحد الأعلى المسموح به اللي هي الكمية القصوى التي يمكن تحملها دون ضرر هي عبارة عن 25 ميكروغرام لكل يوم، أي 1000 وحدة دولية. سبب 1000 ميكروغرام اللي هي 40000 وحدة دولية في اليوم الواحد عند الرضع سمية في غضون شهر واحد. الأثر الصحية طبعا توجد علاقة ما بين انخفاض مستويات فيتامين د في الدم وزيادة معدلات الوفيات، ويبدو أن إعطاء المكملات المدعمة بفيتامين دي 3 لكبار السن من النساء في الرعاية قلل من مخاطر الرعاية الصحية الأولية، قلل من مخاطر الوفاة. لم تثبت فعاليات كل من فيتامين دي 2 والفاكسيدول والكالسيتيرول، ومع ذلك فإن زيادة أو نقصان فيتامين د قد تسبب بأداء غير طبيعي وشيخوخة مبكرة. يعتبر ضرر نقص فيتامين د عند ذوي البشرة السوداء أكثر من ذوي البشرة البيضاء، ويتسبب نقص فيتامين د إلى لين العظام اللي يسمى الكساح، وأكثر من ذلك فقد ارتبط السقوط وانخفاض كثافة المعادن في العظام مع مستويات فيتامين د في الدم. الأدلة على الآثار الصحية لمكملات فيتامين د على صحة القلب والأوعية الدموية ضعيفة، وقد تقلل الجرعات المتوسطة إلى العالية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. تعتبر المسالك في الجهاز التنفسي الذكري أحد الأنسجة المستهدفة لفيتامين د، وتبين إلى وجود علاقة ما بين 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 أو 25 هيدروكسي كالسيتيرول مع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، فكلما زاد مستوى فيتامين د زاد مستوى هرمون التستوستيرون. يبدو أن فيتامين د له آثار على وظيفة الجهاز المناعي، حيث يؤثر في نخاع العظم، كما أنه من المفترض أن يلعب دورا في الإنفلونزا. ومع نقص مركبات فيتامين دي أو مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء يحدث عندنا زيادة في حالات العدوى في الإنفلونزا. قد يلعب فيتامين د أيضا دورا في فيروس الحوز المناعي البشري اللي هو الإيدز، وقد يقلل من مظاهر مضاعفات هذا الفيروس. بسبب النظام الغذائي الذي يفتقر لفيتامين د قد يؤدي عند الأطفال إلى تليون العظام، ويعتبران نادرين في العالم المتقدم نظرا لإضافة مكملات فيتامين د إلى المواد والعناصر الغذائية. عدم التعرض للشمس قد يسبب نقص الكالسيدول اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين د في الدم، وهذا النقص يسبب ضعف في تمعدن العظام ويؤدي إلى مرض تليون العظام. من المركبات من الفيتامينات الذائبة في الدهن ثالث فيتامين اللي هو فيتامين إي اللي هو توكوفورول، وهو من الفيتامينات الذائبة في الدهون وتشكل كلا من التوكوفورولات والتيكوترو بيونولات أحد أقسام فيتامين إي. فيتامين إي يمنع أكسدة الأحماض الدهنية ذات الروابط غير المشبعة، وتمنع أكسدة الليبوبروتينات قليلة الكثافة، ولذلك فهو يقلل من احتمال الإصابة بتصلب الشرايين. وهو أيضا يحمي فالفوسفوليبيدز الخلايا الأغشية الخلوية وتحت الخلوية، وأيضا عن طريق منع أكسدة الأحماض الدهنية ذات الروابط غير المشبعة، فهو يمنع من تلف الخلايا. هذا التأثير المضاد للأكسدة في فيتامين إي جعله كفوا في تركيزات الأكسجين العالية، ولذلك فهو يتركز في كرويات الدم الحمراء وأغشية الجهاز التنفسي والشبكية وشبكية العين، ويتزايد الاحتياج لفيتامين إي كلما زاد تناول الأحماض الدهنية ذات الروابط غير المشبعة. امتصاص فيتامين إي
يعتمد على سلامة البنكرياس وظيفيا وإفرازيا، وأيضا على سلامة الصفراء وتكوين المستحلب الدهني والعبور خلال الأغشية المعوية. وهذا يرجع إلى أن الفيتامين يمتص مذابا في دهون الطعام ثم يتحرر ويمتص أثناء هضم الطعام، ثم يتم نقله في الدم عن طريق الليبوبروتينات الموجودة في البلازما ويخزن في الأنسجة الدهنية. ومع ذلك فإن أي حالة تؤثر على العمليات المذكورة تؤدي إلى نقص فيتامين إي مثل التليف الكيسي وأمراض الكبد المزمنة ونقص الليبوبروتينات وفي الدم والبراز الدهني، وعند المرضى الذين تم أحدثنا لهم استئصال جزء من الأمعاء. نقص فيتامين إي قد يؤدي إلى تقصير فترة حياة خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي للتعرض للأنيميا خاصة عند الأطفال. وهناك بعض الدلائل على أن فيتامين إي يستطيع أن يحمي الجلد من آثار الأشعة فوق البنفسجية الألترا فوليت. ويبدو أن فيتامين إي يقوي الخلايا الليمفاوية ويقلل من إنتاج البروستاجلاندين إي 2 المثبطة للمناعة، ويقلل من البيروكسيدات ليبيدز، وأيضا هذه المواد المثبطة للمناعة. أيضا فيتامين إي ذو تأثير مضاد للصفائح الدموية، لذلك فهو يقلل من التصاقها بجدران الأوعية الدموية. الفيتامين الرابع من فيتامينات الذائبة في الدهن هو فيتامين كي، وهو ينتمي إلى مجموعة مركبات الفاثيكينون، وهذا المركب يعني المركب الأب من مجموعة فيتامين كاف هو المانيديون اللي هو فيتامين كي 3. وعن طريق إضافة مجموعة الألكيل يتحول إلى مينا-كينون اللي هو فيتامين كي 2. الصيغة الرئيسية لفيتامين كي في النباتات هي الفيليكونول الفيلوكينون، وهو يصنع في الأمعاء بواسطة البكتيريا المعوية. فيتامين كاف يحتاج إلى امتصاص سليم للدهون، حيث أن مشتقات الفيتامين موجودة طبيعيا تمتص فقط في وجود الأملاح الصفراوية وأيضا وجود عصارات الأملاح البنكرياسية وعصارات الصفراء. المانيديون فقط هو الذي يمكن امتصاصه في غياب أملاح الصفراء لأنه قابل للذوبان في الماء. وتخزين فيتامين كي في الكبد محدود ويقل تركيزه طبعا بسرعة. فيتامين كي 1 موجود بشكل أساسي في الخضار الخضراء مثل السبانخ والكرنب والملفوف واللفت والقرنبيط وبراعم الخرشوف والقرقير والكبدة، وأيضا يوجد في بعض الفاكهة مثل الأفوكادو والكيوي والكاكا. الكيوي تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين كاف، وأيضا بعض الزيوت النباتية وفول الصويا وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين كاف. فيتامين كاف يساعد على تصنيع مجموعة البروثرومبين من عوامل التخثر اللي هي العوامل 2 و7 و9 و10 في الكبد، يصنعها في الكبد من بروتينات سابقة غير نشطة. وأيضا فيتامين كاف يساعد ويستخدم كعامل مساعد في إضافة الكربوكسيل إلى الجلوتامات في البروتينات المسؤولة عن الآتي مثل تقلط الدم، مجموعة البروثرومبين وبروتين سي وبروتين اس وبروتين زد. أيضا تكوين العظام، إضافة الكربوكسيل إلى الأستوكولاسين أيضا في الأوعية الدموية، تفاعلات إضافة الكربوكسيل تحدث طبعا في الشبكة الإندوبلازمية في خلايا الدم، وتحتاج إلى أكسجين وثاني أكسيد الكربون وفيتامين كاف المخزن. هناك دورة في الشبكة الإندوبلازمية في خلايا الكبد لتجديد فيتامين كاف المخزن،
طبعا مشتقات الكوامارين مثل الديكومورول والورفرين ايضا هذه ادويه تثبط دوره تجديد فيتامين ك في الكبد. يستعمل طبعا الورفرين كسم للفيران لانه يعاكس في عمل فيتامين ك مما يسبب نزيفا داخليا مميتا. يحدث عاده نقص فيتامين ك في حالات ضعف امتصاص الدهون مثل البراز الدهني وضمور الاغشيه المعويه وامراض الصفراء والبنكرياس وحقم الامعاء بمعنى خلوها من البكتيريا المعويه. طبعا عند استخدام المضادات الحيويه لمده طويله عند للمواليد الجدد يحصل نقص في البكتيريا المعويه وبالتالي يقل انتاج فيتامين د. فيتامين د يحدث عاده في حاله ضعف امتصاص الدهون مثل البراز الدهني وضمور الاغشيه المخاطيه وامراض الصفراء والبنكرياس وحقم الامعاء بمعنى خلوها من البكتيريا المعويه. ايضا حالات العلاج بالمضادات الحيويه هي التي تسبب خلو الامعاء من البكتيريا المعويه في المواليد الجدد وبالتالي يمكن ان يحدث نزيف للمواليد الجدد والنزيف هذا سببه نقص فيتامين ك الذي تنتجه البكتيريا المعويه. وقد لوحظ ان الماشيه التي تتغذى على نوع معين من البرسيم اللي هو بشيلايز سويت كلافر تعاني من حالات نزيف لاحتوائها هذا النبات على الديوكامارول. ترتبط حالة زيادة فيتامين كاف بتلقي حقن المناديون اللي هو فيتامين بي 3 المصنع ولهذا لا يتم حاليا معالجة نقص فيتامين كاف بإعطاء المناديون. زيادة فيتامين كاف قد تسبب التهابات الصفراء والأنيميا التحليلية وأيضا زيادة البلوروبين. وهذه الزيادة أيضا تبطل مفعول مضادات التقلط المأخوذة عن طريق الفم. التوصيات أنه الجرعة اليومية من فيتامين كاف لرجل عمره 25 سنة هو 120 ميكرو جرام يوميا وللنساء هو 90 ميكرو جرام يوميا أما الأطفال والمراهقين فيعطى لهم من 15 إلى 100 ميكرو جرام يوميا. في المحاضرة القادمة سوف ندخل في الفيتامينات الذائبة بالماء. نحن أكملنا الفيتامينات دراسة الفيتامينات الذائبة في الدهون وسنتعرف على بقية أقسام الفيتامينات الذائبة في الماء إن شاء الله في المحاضرة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذه المحاضرة في ميزان حسناتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.